أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخالق لا بمعنى حركة ونصب، والسميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آله، والشاهد لا بمماسة، والبائن لا بتراخي مسافة، والظاهر لا برؤية، والباطن لا بلطافة. بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، ندخل في الأسطورة 29. عنوان الأسطورة: ابن تيمية يستدل بأبلغ ما يقال لإثبات رؤية العين. قال شيخ التيمية: فتبين أن القاضي ليس معهم ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس وآية النجم، وقول ابن عباس قد جمعنا ألفاظه. فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤية العين لوجوه. هذا من بيان تلبيس الجهمية، الجزء السابع في صفحة 288. أقول أولا وثانيا، لاحظ أنه يتحدث هنا عن قول ابن عباس في هذا مورد البحث، أنه يتحدث هنا عن قول ابن عباس وإثبات أنه أراد رؤية العين، أما آية النجم فلم يذكرها. ثانيا، أنه يقصد هنا الخبر الرابع الذي ذكره الرازي، حيث أن الخبر الخامس قد اعترض عليه شيخ التيمية وزعم أنه في المنام، وأكد على أنه في المنام بادعاء أنه ليس في واقعة إسراء، وأنه كان في المدينة وليس مكة. إذن لا يتحدث عن الخبر الخامس، وإنما يتحدث عن الخبر الرابع. الوجه الأول: قال الشيخ التجسيم الأسطوري: أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤية العين لوجوه، أحدها أن يقال هذا المفهوم من مطلق الرؤية. إذن الوجه الأول أن يقال هذا المفهوم، أي رؤية العين، هذا المفهوم من مطلق الرؤية. أقول ماذا قال تيمية؟ قال أراد بالمطلق رؤية العين نقاط، لأن هذا المفهوم من مطلق الرؤية. أراد بالمطلق رؤية العين لأن هذا المفهوم من مطلق الرؤية، أي أراد بالمطلق لأنه من المطلق. لاحظ عندي هنا مطلق وعندي هنا مطلق. أراد بالمطلق رؤية العين لأن هذا المفهوم من مطلق الرؤية، أي أراد بالمطلق لأنه من المطلق. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، إضافة إلى أنه ناقض نفسه ومبناه في التفريق بين ما يحتمله اللفظ المطلق وبين ما يدل عليه. هو الذي بنى هذا، هو الذي أسس هذه القاعدة، هو الذي فرق بين ما يحتمله اللفظ المطلق وبين ما يدل عليه، حيث ذكرنا في أسطورة 24، في أسطورة 24 عنوان الأسطورة: رؤية العين بإجماع الأئمة وتدليس مارقة التيمية. في باء:
ثم قال ابن تيمية: فدل الخلال بذلك على أن حديث ابن عباس هذا لم يقصد به نفس رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه، وإنما هو ما رآه ليلة المعراج مطلقا. فالمطلق يحتمل أو يحتمل فالمطلق يحتمل رؤية محمد ربه، لكن فرق بين ما يحتمله اللفظ وبين ما يدل عليه. لاحظ، يقول فالمطلق أي اللفظ المطلق، فالمطلق يحتمل رؤية محمد ربه صلى الله على محمد وعلى محمد، لكن فرق بين ما يحتمله اللفظ أي اللفظ المطلق، لأنه الكلام قال فالمطلق يحتمل، إذن لكن فرق بين ما يحتمله اللفظ وبين ما يدل عليه، هو الذي أتى بهذه القاعدة، هو الذي اخترع هذه القاعدة، هو الذي أتى بهذا الفتح البطولي الخارق. قال يوجد فرق بين ما يحتمله اللفظ المطلق وبين ما يدل عليه اللفظ المطلق. وهنا ماذا قال؟ قال أن يقال هذا الوجه الأول، أن يقال هذا المفهوم من مطلق الرؤية، يعني هنا استفاد رؤية العين من مطلق الرؤية، وهناك رفض هذه الاستفادة، قال لا يستفاد من المطلق رؤية العين، فأتى بهذه القاعدة، قال يوجد فرق بين ما يحتمله اللفظ وهو رؤية العين وبين ما يدل عليه، هو يحتمل أن يدل على رؤية العين، لكن هذا الاحتمال لا يلزم، لا يؤدي، لا يستلزم أن يكون ما يدل عليه اللفظ هو رؤية العين. إذن رؤية العين هي محتملة، محتملة الدلالة، لكن لا يدل عليها اللفظ. يوجد فرق بين محتمل الدلالة وبين ما يدل عليه اللفظ، اللفظ المطلق. ونحن سجلنا تعليقات في ذاك المقام، لكن الذي يهم هنا هو هناك قال لكن فرق بين ما يحتمله اللفظ وبين ما يدل عليه، فقال فلا تدل على رؤية العين. إذن ما بالك يا تيمية الآن أتيت باستدلال بنفس الكلام، قلت يستفاد وتستفاد رؤية العين من المطلق، وهناك رفض هذا. لاحظ، ليس عنده وحدك موضوع، ليس عنده مرجعية وقواعد وكليات يرجع إليها، فكر عشوائي، فكر انتقائي، فكر التقاطي، فكر تشويش وتشويه، فكر مغالطة وعناد واستكبار، ليس أكثر من هذا. فلا يعرف ماذا قال هناك. فدائما تجد بين كلام ابن تيمية التناقضات، حتى في مسافات قريبة لا تتعدى بضعة أسطر تجد ابن تيمية يناقض نفسه. لماذا؟ لأنه ليس عنده وحدة موضوع. الوجه الثاني، قال ابن تيمية: أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين. الآن يقول الثاني، أي الوجه الثاني، الثاني لأن عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وتأولت قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله وتأولت قوله وقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وذلك إنما ينفي رؤية العين. ابن تيمية يقول: وذلك، هذا الذي استدلت به السيدة عائشة، يقول: وذلك إنما ينفي رؤية العين، فعلم أنها فهمت من قول من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فهمت من هذا القول رؤية العين.
فعلم أنها فهمت من قول من قال أن محمد رأى ربه صلى الله عليه وسلم، فهمت رؤية العين، نفس المصدر في صفحة 288 هذا الوجه الثاني. أقول إذن الآن أتى بالوجه الأول والآن الوجه الثاني حتى يستدل على رؤية العين ويستدل على أن الرؤية هي رؤية عين. أقول على الوجه الثاني وأعلق، أقول أولا إذا كان قصد شيخ تيمية أن السيدة عائشة رضي الله عنها في مقام الرد على ابن عباس حيث فهمت منه رؤية العين فردت عليه على أساس هذا الفهم فنفت رؤية العين، فلا إشكال عندنا معه هنا، لأنه في مقام إثبات أن ابن عباس يقصد رؤية العين، وفهم أم المؤمنين لأنه يريد رؤية العين يصلح كدليل على ذلك، بمعنى أن أم المؤمنين عندما أجابت بإجابة الإجابة تناسب أنها قد فهمت رؤية العين فأجابت بهذه الإجابة فأتت بهذا الدليل فأتت بهذه الشواهد القرآنية بناء على فهمها أن الرؤية رؤية عين. فإذا كان الكلام مع ابن عباس فنقول إذن هي فهمت وهي أقرب، وفي ذلك الزمان أن ما أن الذي يقصده هو ابن عباس هو رؤية العين وانتهى الأمر، إذن هذا يدل على المطلوب. هذا أولا. ثانيا، أما إذا لم يكن كلامه لم يكن كلام تيمية، أما إذا لم يكن كلامه بلحاظ قول ابن عباس بل كان بلحاظ إثبات رؤية العين مطلقا، من حيث أن ابن تيمية لم يأتي بذكر ابن عباس، في هذا الوجه، فقال ابن تيمية ماذا قال؟ قال ابن تيمية أنها فهمت من قول من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فهمت رؤية العين، وإلا لاحظ أقول ابن تيمية لا يقصد ابن عباس هنا، لماذا؟ وإذا كان يقصد ابن عباس فقد غلط هنا، أخطأ هنا، لماذا؟ لأنه قال أنها فهمت من قول من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فهمت رؤية العين. لو كان يقصد ابن عباس وإلا لقال أنها فهمت من قول ابن عباس أن محمدا رأى ربه، أنها فهمت من قول ابن عباس أن محمدا رأى ربه فهمت رؤية العين. فقد استعمل ابن تيمية قول من قال، استعمل عبارة قول من قال ولم يستعمل قول ابن عباس، فيفهم من كلام تيمية أنه يريد القول يوجد من يقول بأن الرؤية رؤية عين، حيث يوجد من فهم من قول أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أنها رؤية عين بدليل أن السيدة عائشة فهمت ذلك منهم فردت عليهم. أقول وهذه مغالطة وجهل وخداع في الاستدلال، وهذه مغالطة وجهل وخداع في الاستدلال، فهل يوجد عاقل سوي يقول أو يقبل بأن يترك قول وتفسير وتأويل وحكم أم المؤمنين ويتمسك بالشبهة والشك والخطأ والجهل والضلال الذي وقع فيه السائل أو الذي نقل عنه السائل؟ تسمع عجبا من التيمية وأساطيرهم الخرافية. لاحظ الفرق بين أولا وثانيا، قلنا إن كان يقصد ابن عباس فليس عندنا إشكال في هذا، والكلام فيها في ما يريده ابن عباس وما يقصده ابن عباس، لكن إن لم يقصد ابن عباس وعباراته
تشير إلى أنه لا يقصد ابن عباس، وإلا لو قصد ابن عباس لذكر ابن عباس في الكلام. فإذا كان يقصد إنسان، أي إنسان سائل، فهم ذاك الفهم، فقلنا هذا سجلنا عليه الإشكال. الوجه الثالث، قال شيخ التيمية: أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين. الآن يقول الوجه الثالث، الثالث أن في حديث عكرمة أليس يقول الرب تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال ابن عباس: لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. ومعلوم، والكلام لابن تيمية، أنا جعلت هذا في أليف وباء وجيم ودال وهاء، وكل هذا لابن تيمية. التفت جيدا. إذن الوجه الثالث الذي يستدل به ابن تيمية على رؤية العين، وهو قال أبلغ ما يقال، ما هو الوجه الثالث عنده؟ قال في حديث أكرمة: أليس يقول الرب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ أجاب ابن عباس، قال ابن عباس: لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. يقول ابن تيمية أليف: ومعلوم أن هذه الآية إنما يعارض بها من يثبت رؤية العين. يقول هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا عندما ردوا واعترضوا على ابن عباس الذي قال بالرؤية العين، اعترضوا عليه بهذه الآية. عندما قال بالرؤية ابن عباس، اعترضوا عليه بهذه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذه الآية لا تصلح للرد إلا إذا كان المقابل قد قال برؤية العين، فيصح أن يأتي الاعتراض عليه بهذه الآية. فإذا ابن عباس قال برؤية العين، فأتى المعترض بهذه الآية للاعتراض على ما قاله ابن عباس برؤية العين وعن رؤية العين. الآن ابن عباس يعترض على المعترض، يقول له: لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. يقول الله سبحانه وتعالى للتقريب: الله بصورته النورية، بصورة النور، هذا لا يدركه شيء. أما الله بالصورة غير النورانية، غير النور، فيدركه شيء. فيريد أن يقول بأن ما أقولهم من رؤية العين بأن النبي قد رأى ربه، لا أقصد النور، أقصد الصور الأخرى غير النور، غير النورانية. واضح المطلب؟ إذن يقول أليف: ومعلوم أن هذه الآية إنما يعارض بها من يثبت رؤية العين. باء: ولأن الجواب بقول ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، يقول الجواب بهذا القول يقتضي أن الإدراك يحصل في غير هذه الحالة، أي في غير حالة، أنا أقول أي، ماذا يقصد ابن تيمية؟ يقول أي في غير حالة التجلي بالنور، فالتجلي بالنور هو الذي لا تدركه الأبصار، أما التجلي بغير النور وبالصور غير النورانية وغير النور وبصور أخرى غير النورانية، فلا معذور فيه، ممكن أن تدركه الأبصار. ولا شك في أن الأبصار تدركه يقينا، كما أدركت الأبصار الشاب الأمرد، يعني هذه الصور الأخرى، أقول لا شك، يعني معنى كلام ابن تيمية، ولا شك في أن الأبصار تدركه يقينا كما أدركت الأبصار الشاب الأمرد الرب والشاب المسيح والشاب أو الشيخ عزير أو الشيخ فلان أو الولي فلان أو الصوفي فلان أو فلان، بل وكما أدركت الأبصار الرب المتجلي ببقرة أو عجل أو نار أو بوذة
أو الوثن أو الكوكب أو الشمس أو القمر أو غيرها من صور الرب ومن صور للرب قد تجلى بها غير التجلي بنوره. انتهى تعليقي على باء. إذن باء قال ولأن الجواب بقول ذاك نوره الذي هو نوره ذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، يقول هذا الجواب بهذا القول يقتضي أن الإدراك يحصل في غير هذه الحالة. جيم لا زال الكلام لابن تيمية. وإنما أخبر به من رؤيته هو من هذا الإدراك الذي هو رؤية البصر، وأن البصر أدركه لكن لم يدركه في نوره الذي هو نوره الذي إذا تجلى فيه لم يدركه شيء، أي أدرك الصورة غير النورانية، الصورة غير النور. دال يقول ابن تيمية دال وفي هذا الخبر من رواية ابن أبي داود أنه سئل ابن عباس هل رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه؟ قال ابن عباس نعم. قال السائل وكيف رآه؟ قال ابن عباس في صورة شاب دونه الستر من لؤلؤ كأن قدميه في خضرة. فقلت أنا لابن عباس أليس في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ قال ابن عباس لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. وهذا يدل على أنه رآه وأخبر أنه رآه في صورة شاب دونه ستر وقدماه في خضرة، وأن هذه الرواية هي المعارضة بالآية والمجاب عنها بما تقدم. إذن ماذا يقول ابن تيمية؟ في أي مقام ابن تيمية هنا؟ في مقام إثبات رؤية العين. وماذا رأى حسب هذه الرواية وحسب هذا الوجه؟ رأى ربه في صورة الشاب دونه ستر وقدماه في خضرة. ها الكلام لا زال لابن تيمية. فيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح. يا جهال التيمية، يا عباد التيمية، يا عباد الوثن التيمي، افهموا اسمعوا لا أسمعكم الله. يقول ابن تيمية يقول فيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. أقول مبارك للتيمية دليل في دليل في دليل وبرهان من شيخ التيمية يثبت فيه رؤية العين وفي اليقظة للرب الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط في روضة خضراء. وما بعد الحق إلا الضلال والتجسيم وعبادة الوثن الشاب الأمرد. إذن انتهى من الدليل الأول والثاني والثالث، الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث، لنرى الوجه الرابع وكلها هذه تصب في رؤية العين. وفي أبلغ ما يقال الوجه الرابع، قال ابن تيمية أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين الوجه الرابع أن في حديث عبد الله ابن أبي سلمة أن عبد الله ابن عمر أرسل إلى عبد الله ابن عباس يسأله هل رأى محمد صلى الله على محمد وآل محمد ربه؟ فأرسل إليه، أي ابن عباس أرسل إلى ابن عمر، فأرسل إليه عبد الله بن عباس نعم. فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله، أرجع الرسول، أن كيف رآه؟ ابن عباس قال نعم رآه. ابن عمر يرسل إليه، يرجع الرسول قال كيف رآه؟ فأرسل إليه، أي ابن عباس أرسل إلى ابن عمر، فأرسل إليه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب
على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، كما تقدم. يقول وكون حملة العرش، ابن تيمية يقول وكون حملة العرش على هذه الصورة أربعة، يقول هو كذلك. إذن هذا وجه رابع، هذا دليل رابع يأتي به ابن تيمية في أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين. لإثبات رؤية العين هذا هو الدليل الرابع. ما هو الدليل الرابع؟ هذه الرواية التي يثبت فيها ابن تيمية رؤية العين. لأي رب؟ للرب الذي رآه النبي صلى الله على محمد وآل محمد في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة. هذه رؤيا عين، شاهد الكرسي وشاهد الملائكة وشاهد الرب وشاهد الروضة الخضراء وشاهد الفراش من ذهب. الوجه الخامس، قال التيمية أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤيا العين، الوجه الخامس أنه ذكر أن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية كما اصطفى موسى عليه السلام بالتكليم. لاحظ الوجه الخامس، يقول أنه ذكر أن الله اصطفى أو أنه ذكر أن الله اصطفى أو ذكر ابن عباس أنه ذكر أن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية كما اصطفى موسى عليه السلام بالتكليم. ومن المعلوم أن رؤية القلب مشتركة لا تختص بمحمد صلى الله على محمد وآل محمد، كما أن الإيحاء لا يختص بموسى. يعني يقول يوجد خصوصية لمحمد صلى الله على محمد وآل محمد، وقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى بالرؤية. فإذا كان المقصود من الرؤية رؤية القلب رؤية الفؤاد، فيقول هذه مشتركة بين الأنبياء، كل الأنبياء عندهم رؤية الفؤاد ورؤية القلب، فلا يبقى إلا رؤية العين التي اختص بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن باقي الأنبياء، وبهذه قد اصطفاه الله سبحانه وتعالى بهذه الرؤية وهي رؤية العين. يقول كذلك في التكلم مع موسى عليه السلام، فإذا كان التكلم هو يقصد به الإيحاء فلا فرق بين موسى وباقي الأنبياء، أيضا يتحقق عندهم الإيحاء. فإذا إذا كان هذا مشتركا بين كل الأنبياء فلا يوجد خصوصية لهذا التكليم مع موسى، فحتى تتحقق الخصوصية والاصطفاء فلا بد من اختلاف بين هذا التكلم وذاك التكلم. إذن هذا تكلم يختلف عن الإيحاء، إذن هذا التكلم حقيقي مشافهة بالمواجهة بالمشافهة، وتلك رؤيا رؤيا عين، حتى يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تميز عن باقي الأنبياء بالرؤيا وهي رؤيا العين، وموسى قد تميز عن باقي الأنبياء بالتكلم وهو التكلم الحقيقي بالمواجهة والمشافهة. يقول ولا بد أن يثبت لمحمد من الرؤية، والكلام لابن تيمية، ولا بد أن يثبت لمحمد صلى الله على محمد وآل محمد من الرؤية على حديث ابن عباس ما لم يثبت لغيره، كما ثبت لموسى من التكليم كذلك. هذه الأدلة في بيان تلبيس الجهمية جزء سابع، وبدأنا من صفحة 288 وانتهينا في 291. أسطورة 30، ابن تيمية يؤكد ويؤكد وأتباعه ينكرون. هذا هو العنوان. أولا أليف وباء وجيم. أليف، نذكر ونؤكد ونؤكد على عدم الاستغراب فيما إذا أتى التيمية بفتح أسطوري جديد وحسب الحاجة في حالات النفي كما في حالات الإثبات، فيدعون في كل مرة دعوة تخالف وتناقض باقي دعواهم، فيدعي نفي أو إثبات رؤية العين في اليقظة، وفي أخرى رؤية العين في المنام، وفي ثالثة رؤية العين في الفؤاد، وفي رابعة
أيضا يدعي نفي أو إثبات رؤية العين على الأرض، وفي غيرها رؤية العين في الإسراء، وفي سادسة رؤية العين في السماء، وفي غيرها رؤية العين في الدنيا، وفي ثامنة رؤية العين في الآخرة، وفي أخرى رؤية العين في مكة، وفي عاشرة رؤية العين في المدينة، وفي غيرها رؤية العين قبل الهجرة، وفي ثانية عشرة رؤية العين بعد الهجرة، وهكذا في غيرها وغيرها وغيرها. فيؤسسون شباكا وأفخاخا ومتاهات شبكية للتغرير والخداع، فيلتقطون منها ما يشاءون لغرض التدليس والتلبيس والتغرير والتكفير والإرهاب والتقتيل. باء، نذكر ونؤكد على أن رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، وأن رؤياه صادقة كفلق الصبح، وأنها وحي، وأن رؤية الفؤاد النبوي المقدس تكون علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فيمكن أن تخطئ وتشتبه العين وباقي الحواس، ولكن الفؤاد لا يخطئ، فرؤية الفؤاد مكاشفة وعلم ويقين تام وحقيقة تامة. وصل اللهم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه الراضين المرضيين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جيم، كذلك نذكر ونكرر ونؤكد على أن ابن تيمية وكل مقلديه ليس عندهم أي محذور ولا أي إشكال على نفس رؤية الرب بالعين وفي اليقظة. أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على رؤية العين في اليقظة. هل عندهم اعتراض وإشكال على نفس رؤية العين؟ هل اعتراضهم على نفس رؤية العين؟ لا، ليس هذا هو الاعتراض. ليس عندهم مشكلة في رؤية العين، بدليل أن ابن تيمية كما بينا لكم أثبت رؤية العين وبأبلغ ما يقال، وبدليل أنه يقول برؤية العين في الإسراء، وبدليل أنه يقول برؤية العين في الآخرة. ليس فقط الرؤية من اختصاص النبي، بل كل الناس، كل العباد سترى الله بالعين المجردة. إذن ليس عنده مشكلة مع نفس الرؤية، ولا عنده اعتراض على نفس الرؤية. إذن جيم، كذلك نذكر ونكرر ونؤكد على أن ابن تيمية وكل مقلديه ليس عندهم أي محذور ولا أي إشكال على نفس رؤية الرب بالعين وفي اليقظة، بدليل أنهم وبكل صراحة ووضوح وإصرار وتأكيد يقولون برؤية الرب في الآخرة، بل تشمل كل العباد، فلا تقتصر رؤية الرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن العجب، كل العجب من انتهاجهم طريق الغش والتدليس والكذب والتقية، لكن العجب، كل العجب من انتهاجهم طريق الغش والتدليس والكذب والتقية بإظهار إنكارهم رؤية العين في الدنيا، والإيحاء للآخرين أنهم ينفون رؤية العين ويصرون على ذلك. فلماذا هذا الاضطراب النفسي والفكري عندهم مع وضوح مبنى واختيار شيخ التيمية في رؤية العين وتأكيده وإصراره عليه، بالرغم من محاولاته الركيكة المكشوفة في إخفاء وإنكار ذلك؟ فهل يوجد جواب؟ هذا أولا في أسطورة 30. هذا أولا. ثانيا، ابن تيمية أصر لرؤية العين وأصر عليها، أصل لرؤية العين وأصر عليها وأكدها في أبلغ ما يقال وبخمسة وجوه كما في الأسطورة السابقة، لكنه لم يكتفي بما قال، بل زاد وتعمق في التأصيل والتثبيت والتأكيد على رؤية العين، فاستمر في بيانه تحت عنوان أبلغ ما يقال
وفرع على كلامه مؤكدا له وفرع على كلامه ومؤكدا له بادعاء أن ابن خزيمة اعتمد في استدلاله على رؤيا العين على الروايات التي أشار إليها ابن تيمية في دليله أبلغ ما يقال، فجاء بكلام ابن خزيمة للتأكيد على دليله ولإضافة وجوه جديدة وأدلة جديدة للبرهان على رؤية العين. وإليكم بعض ما ذكره في بيان تلبيس الجهمية جزء 7 ويبدأ من صفحة 291. قال: أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين يذكر الوجوه إلى أن يقول: وعلى الروايات الثلاث اعتمد ابن خزيمة في تثبيت الرؤية، حيث قال ابن خزيمة، حيث قال أي ابن خزيمة، والكلام لابن تيمية يقول حيث قال ابن خزيمة، عندنا مقاطع لما قاله ابن خزيمة. الأول باب، والكلام ابن تيمية ينقل عن ابن خزيمة. الأول باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت، يوم الحسرة والندامة. لاحظ ابن خزيمة من أئمة التوحيد، من أكبر أئمة التوحيد، التوحيد الأسطوري، ويقال بأنه تابع ما حكى من أساطير، والله العالم. إذن هذا هو الشاهد الأول، هذا هو المقطع الأول من كلام ابن خزيمة الذي يستشهد به ابن تيمية، أتى بكلام وبشواهد من إمام توحيد أسطوري من أئمته للتأكيد على ما قاله من وجوه ومن أدلة في أبلغ ما يقال. إذن هذا هو المقطع الأول، ابن خزيمة أعطى عنوان للرؤية، لرؤية العين، يقول باب ذكر الأخبار، باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز العليم. إذن النبي يراه لكن الخالق محتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت، يعني يقول هذا الحجب وهذا الاحتجاب عن الخلق ليس على نحو الدوام، وإنما هذا قبل يوم الحساب، أما في يوم الحساب اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت لا، سيرى العباد سيرون الله بالعين، لا يوجد أي مشكلة، كما يراه النبي يراه الناس. المقطع الثاني أيضا عنوان باب عنده، باب وذكر اختصاص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية كما خص نبيه إبراهيم بالخلة أو بالخلة. وذكر اختصاص، هذا المقطع الثاني، وذكر اختصاص الله نبيه، أي باب ذكر اختصاص، وباب ذكر اختصاص، وذكر اختصاص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية كما خص نبيه إبراهيم بالخلة أو بالخلة من بين جميع الرسل عليهم السلام، وخص الله كل واحد منه أو منهم بفضيلة وبدرجة سنية كرما منه وجودا، كما أخبرنا عز وجل في محكم تنزيله في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. المقطع الثالث، ولا زال هذا الكلام كلام ابن خزيمة الذي ينقله ابن تيمية. المقطع الثالث: ثم اشتمل كلام ابن خزيمة حديث هشام الدستوائي، ثم اشتمل حديث هشام الدستوائي عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى عليه السلام والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن كل واحد اختص بشيء، تكون الخلة
لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه هي عبارة عن صفات وخصال خارجية، خلة خارجية، خلة خارجية، كلام خارجي ورؤية خارجية. المقطع الرابع: وذكر أي ابن خزيمة، وذكر حديث الحكم عن عكرمة الذي فيها سورة شاب. المقطع الخامس: وذكر ابن خزيمة احتجاج بعض أصحابه بما روي عن أبي ذر وابن عباس في تفسير قوله في سورة النجم. هنا أقول، عندي تعليق هنا، أقول كلام غير دقيق، فلم يذكر ابن خزيمة احتجاج بعض أو احتجاج بعض أصحابه، بل ذكر احتجاج بعض أصحاب أبي بكر، حيث قال في كتاب التوحيد، قال أي ابن خزيمة، قال أبو بكر احتج بعض أصحابنا، لاحظ قال ابن خزيمة، قال أبو بكر احتج بعض أصحابنا بهذا الخبر. إذن هؤلاء أصحاب أبي بكر أم أصحاب ابن خزيمة؟ هؤلاء أصحاب أبي بكر، والقائل هو أبو بكر. قال أي ابن خزيمة، قال ابن خزيمة، قال أبو بكر احتج بعض أصحابنا بهذا الخبر. لاحظ، إذن هؤلاء أصحاب أبي بكر وليسوا أصحاب ابن خزيمة. فابن خزيمة ينقل قول أبا بكر الذي تحدث عن أصحابه، فهؤلاء أصحاب أبي بكر. إذن قال ابن خزيمة، قال أبو بكر احتج بعض أصحابنا بهذا الخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا ذر كانا يتأولان هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بفؤاده لقوله بعد ذكر ما بينا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وتؤول أن قوله ثم الدنا فتولى إلى قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذه الآيات من سورة النجم. يقول وتؤول أن قوله ثم دنا فتدلى إلى قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دنا من خالقه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، دنا من خالقه عز وجل قاب قوسين أو أدنى، وأن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحى، وأن فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكذب ما رأى، يعنون رؤيته خالقه جل وعلا. المقطع السادس: وذكر ابن خزيمة احتجاج بعضهم بقول ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به، وأيضا أنا وضعت بين قوسين وقال أتيت بعبارة ابن خزيمة من كتاب التوحيد، وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد أيضا حدثنا سفيان بمثل رواية عبد الجبار الثانية وزاد ليس رؤيا منام. إذن هذه رؤيا عين. ثم قال ابن خزيمة، نرجع إلى كلام ابن تيمية، ثم قال، ولا زلنا في المقطع السادس، ثم قال ابن خزيمة وليس الخبر بالبين أيضا أن ابن عباس أراد بقوله رؤيا عين رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه بعينه. لست أستحل أن أحتج بالتمويه. يقول هذا، يترفع ابن خزيمة رحمة الله على ابن خزيمة بعد أن تابع ما قال رحمة الله عليه، يترفع عن يموه على الآخرين، تعال يا ابن خزيمة وشاهد التيمية وشيخ التيمية ماذا فعل بالناس، كيف موه على الناس ودلس على الناس وغرر بالناس وقتل الناس
وأرهب الناس وأرعب الناس وهجر الناس وسفك دماء الناس، وأنت لا تستحل أن تحتج بالتمويه. يقول: لست أستحل أن أحتج بالتمويه، ولا أستجيز أن أموه على مقتبسي العلم. فأما خبر قتادة والحكم بن أبان، يقول ذاك الخبر لا أموه به. أما خبر قتادة والحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وخبر عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فبين واضح أن ابن عباس كان يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه. ثالثا، قلنا في هذه الأسطورة عندي أولا وثانيا وثالثا، وصلنا إلى ثالثا الآن. لم يتوقف ابن تيمية إلى هذا الحد، لم يتوقف ابن تيمية إلى هذا الحد، بل ازداد إصرارا وتأكيدا على ما تبناه هو وابن خزيمة من رؤية العين، حيث عقب على كلام ابن خزيمة. لاحظ، أتى بأبلغ ما يقال بخمسة أدلة، بخمسة وجوه، بخمسة براهين، وبعد هذا أكد على ما أتى من أدلة وبراهين، أتى بكلام ابن خزيمة وبروايات ابن خزيمة وبمبنى ابن خزيمة، وأيضا لم يتوقف إلى هذا الحد، وإنما عقب على كلام ابن خزيمة بالقول: وهذا من كلامه، أي من كلام ابن خزيمة، يقتضي أنه اعتمد هذه الطرق وأنها تفيد رؤية العين لله التي ينزل عليها. لاحظ، إذن لم يكتفي بأدلة ابن خزيمة وبرأي ابن خزيمة، لا، أضاف عليه، أكده وأضاف عليه. يقول: وهذا من كلامه، أي من كلام ابن خزيمة، يقتضي أنه اعتمد هذه الطرق وأنها تفيد رؤية العين لله التي ينزل عليها قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ويدل على ذلك، يذكر أليف وباء وجيم، يقول: ويدل على ذلك أليف حديث حماد ابن سلمة عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ربي. باء، أي ويدل عليه أيضا باء، وحديث الحكم عن أكرمة في هذا، يقول هذا الحديث في حكم المرفوع أيضا، لأنه ذكر خبر الرؤية على وجه لا يعلم بالرأي ولا بتأويل القرآن. جيم، أي ويدل على ذلك حديث ابن أبي سلمة. إذن جيم، وكذلك حديث ابن أبي سلمة عن ابن عباس أخبر فيه بأمور لا تعلم من تفسير القرآن، وعلى هذا فيكون خبر عكرمة عن ابن عباس، يكون خبر عكرمة عن ابن عباس خبر عكرمة ونحو خبر عكرمة، فيكون خبر عكرمة عن ابن عباس ونحوه يكون رؤية عين، كما يذهب إلى ذلك طوائف من أهل الحديث. هذا في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع في صفحة 294. إذن عندي أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، ونختم هذه الأسطورة. رابعا، لاحظوا يا أعزائي كيف ختم كلامه، حيث قال: وعلى هذا فيكون خبر أكرمة عن ابن عباس ونحوه رؤية عين، كما يذهب ذلك طوائف من أهل الحديث. أقول: فليس فقط خبر أكرمة عن ابن عباس، لا، فقط ليس هذا الخبر، وإنما يقول حتى نحو هذا الخبر أيضا يدل. أقول: فليس فقط خبر أكرمة عن ابن عباس، بل هذا الخبر وكل خبر نحوه تدل على رؤية العين. يعني خبر ابن عباس وأمثال خبر ابن عباس، كل هذه تدل على رؤية العين. لاحظ التأكيد، لاحظ الإصرار، لاحظ العناد على رؤية العين. أين أنتم يا جهال التيمية، يا أغبياء، يا مغرر بهم؟ يقول: فليس فقط خبر أكرمة عن ابن عباس، بل هذا الخبر وكل خبر نحوه تدل على رؤية العين. وليس فقط طائفة من أهل الحديث تذهب إلى هذا القول، بل قال طوائف. ماذا قال؟
قال كما يذهب إلى ذلك طوائف من أهل الحديث. إذن وليس فقط طائفة من أهل الحديث تذهب إلى هذا القول، بل قالت طوائف من أهل الحديث. هذا ما قاله وصرح به ابن تيمية وفصله وأطال الكلام فيه، وما بعد الحق إلا الضلال. فهل يحتاج الصريح الواضح إلى توضيح؟ فها هو ابن تيمية يأتي بكل ما عنده من أدلة، وأقوى ما عنده من أدلة لإثبات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه في الدنيا في اليقظة رأي العين. فلماذا الإنكار يا تيمية؟ فإذا كنتم على حق فهل تخجلون وتستنكفون أو تخافون من قول الحق الذي تعتقدون به ويقول به أئمتكم بكل صراحة ووضوح بأن الرؤيا كانت بالعين وفي اليقظة في الدنيا، فلماذا تدلسون وتحاولون الإنكار؟ أسطورة 31 31 عنوان الأسطورة: رأى ربه مرتين نقاط صور الرب الأرضية والسماوية. رأى ربه مرتين صور الرب الأرضية والسماوية. قال شيخ التيمية: فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس وآية النجم، وقول ابن عباس قد جمعنا ألفاظه. فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤية العين لوجوه. هذا في بيان تلبيس الجهمية جزء 7 في صفحة 288 كما ذكرنا سابقا. أقول هنا خطوات: خطوة أولى، في نفس مورد البحث في الأسطورة السابقة والتي تقع تحت عنوان أبلغ ما يقال، فرع تيمية الكلام عما ورد عن ابن عباس من أخبار تتضمن نوره لا يدركه شيء، ورأى ربه مرتين، وما ورد في تفسير أو تأويل قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. هذه المعاني تحدث بها ابن تيمية، ذكرها ابن تيمية خلال البحث بعد ما ذكر أبلغ ما يقال من وجوه ومن وجوه أخرى وأدلة أخرى عن ابن خزيمة، وأضاف أدلة عقب على كلام ابن خزيمة أكده وأضاف له أدلة إضافية. بعد هذا تحدث عن أمور أخرى تضمنت معاني مثل نوره لا يدركه شيء، ورأى ربه مرتين، وأيضا فيها تفسير أو تأويل قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. هذه خطوة أولى. خطوة ثانية: حاول ابن تيمية عبثا إكمال نظريته التجسيمية الأسطورية الخرافية، فأتى بكل ما يستطيع من محاولات لإثبات ما يريد، حتى لو أبطل ونفى كل المعاني الصريحة والظاهرة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، حتى أنه التجأ إلى أوهن التأويلات وأسفه التأويلات من أجل تجسيمه الخرافي، في الوقت الذي يفتي بتكفير وقتل أصحاب التأويلات. خطوة ثالثة: ها هو تيمية يأتي بفتح أسطوري جديد ويردفه بآخر وآخر، فزعم أنه رأى أحد جوانب ربه وجزءا من ربه وليس كل الرب، فيصح عنده أن يقول: رأيت ربي، كما أن أحدنا يقول: رأيت السماء، وهو لم يرى كل السماء بل رأى جزءا وجانبا من السماء. خطوة رابعة: ثم زعم أن رؤيا الفؤاد هي رؤيا عين بالنسبة للأنبياء، فعندما يقول رأيت بفؤادي يعني رأيت بعيني،
وإذا كنت تعتقد بما تقول يا تيمية فهل تستطيع التفضل علينا بالإجابة عن سبب إنكار مقلديك رؤية العين ظاهرا خوفا وتقية؟ فإذا كانت رؤية الفؤاد متحدة مع رؤية العين عندك فلماذا لا يقبل أتباعك بهذا المعنى؟ فهل ماكنة التكفير والتقتيل والإرهاب تقتضي الخلاف وتأسيس الخلاف وتقتضي الخلافة وتأسيس الخلاف وتجذيره وتأصيله وتثبيته وتجديده وتعميقه باستمرار؟ خطوة خامسة، وزعم أيضا أن للرب عدة صور أليف وباء، أليف بعضها غير النورانية وليست نور الله، وهذه تراها العين في الدنيا ويراها الفؤاد في الدنيا. ولا ننسى رؤية الفؤاد عندها رؤية العين، وأن رؤية الفؤاد هي رؤية العين. باء، والبعض الآخر من الصور هي الصورة النورانية وهي نوره الذي تجلى به، وهذه لا يمكن أن تراها العين في الدنيا، فعيون الدنيا لا يمكن أن تراها، أما في الآخرة فالعيون تختلف وستكون لها القدرة على رؤية الصور النورانية وهي نور الله. فماذا أبقيتم لليهود والنصارى والصابئة والحرانية والمجوس والسيخ والهندوس والبوذة والوثنيين؟ فكلهم يقول بالصور والتجليات للرب في الأرض وفي السماء. وأنت بنفسك قلت يا شيخ ابن تيمية بأن كل إنسان يرى ربه بصورة تتناسب مع مستوى إيمانه واستقامته أو إشراكه وكفره وانحرافه، فلماذا تكفرون الناس؟ فلماذا تكفرون الناس وتسفكون دماءهم وتنتهكون أعراضهم وتسلبون وتنهبون ممتلكاتهم؟ خطوة سادسة، بعد أن أثبت رؤية العين في الدنيا وحسب وهمه، فإن ابن تيمية بخرافته يثبت رؤية العين لله في الآخرة، وتشمل الرؤية جميع صور الرب حتى الصور النورانية. تعالى الله عما يقولون، فيقول إن رؤية الآخرة تختلف عن الدنيا، والعين في الآخرة تختلف عن عين في الدنيا. فعين الآخرة عند ابن تيمية، فعين الآخرة عند ابن تيمية تدرك الله تعالى حتى حال صورته النور وتجليه بنوره. فعين الآخرة عند ابن تيمية تدرك الله تعالى حتى في حال صورته النور النورانية وتجليه بنوره، فيراه في الآخرة جعدا قططا شابا أمرد منيرا مشعا براقا بنوره الذي تجلى به. سبحان الله وتعالى عما يقوله ابن تيمية وأتباعه وأئمتهم. خطوة سابعة، لنكمل قراءة ما قاله ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع لكي يكون شاهدا على ما ذكرناه قبل قليل من خطوات. هذا الكلام في الخطوة السابعة، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.